النهارده هييجوا افواج افواج، ضيوفنا هييجوا افواج، مجموعات مجموعات، هتبقى الفرحه عامه زي ما بيقولوا، وبالتالي كله هيجي مع بعضه، اللي هيخلص شغله هيجي على طول ينضم لنا في حاله الاحتفاء الحلوه دي بعد يوم الماتش مباشره. نبتدي بالمجموعه الاولى. نبتدي بنجم نجم اعلامي، اعلامي رياضي، شغلته انه يقعد يعلق يحلل الماتشات ويعمل تغطيات عليها، والحقيقه ان هو عضو اتحاد الكوره، بس امبارح والماتش شغال الكاميرا قفشته وهو مش قادر يتمالك نفسه، مش عارفه ده كان في اي لحظه من المباراه، مش عارفه ساعه لما دخل فينا جون ولا ساعه ما كسبنا ولا ساعه ما كان متوتر من اول الماتش، بس دموعه غلبته وما قدرش يمسك نفسه من كتر حاله المتابعه لماتش مصر والكونغو. طبعا كل منتخب نجوم، جهاز فني طبعا كوبر اختلفنا عليه تحفظات كتير، ولكن في الاخر نجح في مهمته 100%. طبعا 200% كمان. طبعا ولكن لازم 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 الفتره الجايه لازم عاوزين نبقى احسن. منتخب مصر الكيمستري بتاع الجماهير مع كوبر، احنا بنحب الكوره، هو ما بيلعبش، هو بيلعب بطريقه مختلفه. تقصد بتحب نستمتع بالكوره؟ طبعا، لانه طبعا. يعني هو بالنسبه له بيكسب، احنا مش متعودين على كده. ففي الاخر برضو خلينا نقول انه طيب، خلينا نقول انه كابتن سيف متاثر جدا. ده كان بعد الفوز على طول، بعد لحظه الهدف زي ما انتم شايفين على الشاشه، دموع الفرحه طبعا كان في، يعني كل الناس كانت بتعيط، والله انا فعلا كنت تحت هنا وكان كل الناس بتعيط. فكابتن سيف معانا النجم، معانا النجم كابتن سيف زهر. اهلا يا كابتن، اهلا بيك، مبروك نجم. مبروك، انت كنت متوتر قوي يعني؟ مش عارف يعني. ازمه الحقيقه، مشكله يعني، عارف حضرتك دايما ان في اقل من 4 دقايق يجي لك شعور فرح وتحتفل والفرح يبوظ ويقلب عزا ويرجع تاني يقلب فرح، انهيار عصبي، انهيار عصبي. وبعدين قاعد انت، احنا طالعين من وسط الجمهور، يعني من وسط 90,000 اللي جايب بنته واللي جايب ابنه واللي جايب طفل معاه واللي بيضحك واللي بيرقص، وفجاه بيعيط، وفجاه 90,000 واحد بيعيطوا، وفجاه انت ما بين بروحين، ما بين اعلامي، ما بين مسؤول، ما بين عايز تفرح الناس، ما بين الناس ما ينفعش تمشي زعلانه، ما بين ده حلم هيفرح الناس والناس بقالها فتره ما فرحتش، ما بين كل الشباب دي نفسها نبقى في كاس العالم عشان مصر تبقى حاجه كبيره، وانت قاعد مش بيدك حاجه. الحسبه دي كلها بالتفصيل هتحكي لنا عليها يا كابتن. اولا انا ممنونه انك معانا في الاستوديو، وعارفه ان انت عندك شغل كتير في الفتره دي، بس ممنونه ان انت معانا كابتن سيف. شرف ليا طبعا، ما اقدرش اقول لحضرتك لا. العفو، انت اللي مشرفني. مشكلة الإعلاميين الرياضيين في الأحداث اللي زي دي، مش عارفة ازاي بيتحكموا في أعصابهم، بالذات ان هو مضطر يتعامل برصانة ويكلم الناس ويبقى فيه مهنية، وفي نفس الوقت هو بني آدم زينا قاعد منهار متوتر، مش عارفة بيحسبوا الحسبة ازاي. معانا كمان المعلق والمحلل الرياضي كريم حسن شحاتة. ازي حضرتك؟ الله يخليك. سيف أكيد. انت كنت امبارح شفتي حضرتك سيف وهو بيعيط؟ انا شفته طبعا، انا في الراديو بعيط اكتر مني، كنت قاعد في الراديو. في الراديو انا مشكلتي كمان بعد ما الماتش خلص على طول بيرجعوا لنا هوا في الراديو، مفيش اعلانات زي التلفزيون، ده بيقر. قصدي حضرتك اللقطه دي ما كانتش هوا، ما انا عارفه. هم اخدوها بس دخلوها في الهوا. انت كان في انهيار؟ انا اول ما دخل في لك جول حسيت ان الدنيا سودت في وشي، كل الحاجات الايام الوحشه اللي كانت قبل كده مع كابتن حسن في الجزائر السودان جت قدام عيني تاني، الذكريات الاليمه كلها، الذكريات الاليمه، اللي احنا كان قريبين من كاس العالم وخسرنا من الجزائر في السودان 1-0، فبدات اشوف نفس السيناريو، وكان عندي احلام كبيره قبل الماتش ان المباراه تبقى سهله ونكسب كتير ونبقى قاعدين مستريحين، وكنت عندي احساس ان هم هيجيبوا فينا جون، مش عارف ليه يعني، كنت دايما قاعد قلقان ان هم بيلعبوا كوره وبيوصلوا المرمى الحضري، فكنت قاعد مستني اللحظه دي وعمال ادعي جوايا ان احنا نجيب التاني عشان ما نشوفش الاربع خمس دقايق الصعبين دول.
فالحمد لله ربنا كرم. طبعا الواحد اتشد وقعدنا نصوت في الاستوديو، وكان معايا كابتن سامي شيشيني وكابتن جمال حمزه في الاستوديو الاذاعه، وبعدين رجعوا لي هوا على طول. فكنت الواحد متاثر بقى يعني، قعدت صوت مش طالع، لا طلع بس بعياط، وعايز امسك نفسي عشان معي انا ما بحبش اظهر على الهوا يعني متاثر، رغم ان ده منتخب مصر وعادي يعني، بس عيطت فعلا يعني، كانت صعبه صعبه قوي صعبه قوي. الحمد لله احنا في البدايه كنا بنقول ان كان في 100 مليون لاعب بيلعب امبارح مش 11 بس. كابتن سيف هيحكي لنا لعب ازاي طول الماتش دقيقه بدقيقه، وكابتن كريم، وكمان كان في لاعب تاني قاعد بقى ايه في المدرجات، اخذ مراته وشد الرحال وراح برج العرب، راح يتفرج على الماتش وسط الناس ووسط الجمهور، ومش عارفه ايه اللي حصل فيه ما بين الجنين اللي دخل فينا واللي دخلناه، الاعلامي الشهير تامر امين. اهلا تامر امين، مبروك، الله يبارك فيك. بص انت داخل مبروك استاذ تامر امين، مبروك لمصر كلها. الحقيقه انه زي ما بقول هو فرح كبير، وكل الناس اللي جايه النهارده جايه تفرح يعني. قد ايه مجيتكم لحد اخر الحلقه كل الناس اللي هتيجي شيء عزيز على قلبي واقدره جدا، بس انا عارفه الفرحه بتخلي الناس كلها تقرب من بعض يعني. هو صحيح امبارح كان منهار وهو بيتفرج على الماتش، هرجع لك طبعا الاعلام الكبير تامر امين، بس لازم اقدم ضيفنا الرابع. احنا قلنا افواج افواج افواج، شغل مسرح ومواعيد، ومواعيد ساعه الماتش ومواعيد دلوقتي. صحيح ان عنده مسرح، وصحيح ان هو لسه ما خلصش شهر العسل، بس الكوميديان الرائع المحبوب حمدي المرغني جاي يفرح معانا. اولا انا مش عارفه ابارك لك على الماتش ولا ابارك لك على الجواز يا حمدي، الف مبروك، والف مبروك لاسراء العروسه. ده احنا لازم نغني له وانا جاف بنور يا سيد العرسان. اللاعب تامر امين، كنت بتلعب ازاي امبارح مع المنتخب؟ امبارح كانت ملحمه بجد، وانا كنت مشفق على ال 80,000 اللي كانوا معانا في الاستاد. امبارح كان مش استاد برج العرب، كان مستشفى برج العرب ده بجد. امبارح جالنا ضغط وهبوط وسكر ورمض وقلب وكل الامراض اللي ممكن كل الامراض اللي ممكن تتخيليها حصلوا في الدراما الحياتيه اللي كانت موجوده في 90 دقيقه، وتحديدا في السبع ثمان دقائق اللي هم من الدقيقه 86 لما جت السكته القلبيه بتاعت هدف التعادل لحد ما ربنا كرمنا بضربه الجزاء. وبالمناسبه هي مستحقه، عشان في كلام كتير على السوشيال ميديا انه الحكم مش عارف ايه وجاملنا ومش جاملنا وبتاع، لا، هي ضربه جزاء 100%، يعني كل الخبراء والمحللين اكدوا انها ضربه جزاء علشان بس نبقى عارفين ان احنا استحقنا الوصول، مش مجامله من الحكم يعني. طب هو انت قررت تروح الاستاد في اخر لحظه ولا من؟ لا لا، انا قررت اروح الاستاد من ماتش غانا الاولاني. ماتش غانا الاولاني اللي كان في القاهره مش عارف في شهر فبراير او حاجه كده، 2-0 برضه في برج العرب. لما كسبنا 2-0 حسيت وقتها ان ربنا رايد لنا الوصول. الماتش ده ما نكسبوش، ماتش مصر وغانا يعني اللي فاكر الماتش كويس، احنا ما نكسبوش. غانا كانت ماسكه الكره 90 دقيقه وبتاع، بس ربنا برضو ايه كرمه واسع. حسيت وقتها لما غانا تعثرت كثيرا في مبارياتها خصوصا اللي على ارضها خسرت نقط، واحنا ربنا كان كرمنا من واسع، حسيت انه المره دي ربنا هيكرمنا وان الوصول هيبقى في ماتش الكونغو. عشان كده قلت يعني انت كنت رايح ماتش مضمون يعني، انت رايح للاسف كنت رايح ماتش مضمون، بس ما اتضمنش قوي يعني، بس الحمد لله. بصي اللي كان معاك في الصوره دي حرامكم المصون للاسف. تامر امين ده، تامر امين ده ما يبين لي الشيء الواحد كده، لازم ما شاء الله ربنا يخليها لك
ويبارك لك فيها. انا بقى شفتك قبل الماتش. طب اقول لك احلى افيه على حرمنا المصون. امبارح حد من الجماهير جاي بيسلم عليا فقال لي الله انت جايب حد معاك من روسيا عشان يبقى فيها الخير للوصول لروسيا. قمر. طيب انا شفتك بقى قبل. انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش، بقول الحمد لله على كل شيء. اوعى يكون بيقول حاجه على مراته. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. تصدق بقى إيه؟ انه هو ربنا كرمنا عشان مراتك كانت موجوده. يا خوفي لو كنت رحت لوحدك. طيب انا شفتك قبل الماتش كده كنت معرفش متوتر ولا متضايق جدا. كل ما الاستاد بيتملي، انا رحت بدري جدا عشان عارف انه امبارح هيبقى ملحمه، فروحت يمكن الساعه 12 الظهر وقعدت قضيت يوم، يعني كنت عامل حساب ان انا اقضي ديوز في الاستاد. كل ما الاستاد عمال يتملي واشوف مشاعر الناس توتر يزيد، يعني مراتي واصحابي وبتاع كلهم عاملين يغنوا ويفرحوا وانا قاعد عامل كده. شفناك شويه قران وشويه ادعيه وشويه توتر، لاني عارف انه لا قدر الله الناس دي رد فعلها ممكن يبقى صعب قوي. طيب احنا كنا شفناك واحنا بنتابع الاجواء اللي قبل الماتش على قناه اون تي في سبورت، ولازم اقول بشكل واضح وصريح بما ان عندنا ممثل مهم للقناه دي سيف زاهر، انه بنقل ماتش امبارح بالحرفيه وبالتقنيه وبالجمال وبالانتصار، اون تي في سبورت ما عادتش هي قناه مهمه في مصر للرياضه، لا دخلت هي بقت من اهم القنوات الرياضيه في العالم العربي كله. يعني انا ما عنديش مصر ما فيش متر يقيس المشاهده، بس انا متاكده انه الماتش ده كان في اعلى المشاهدات في العالم العربي كله، والحقيقه تحيه كبيره لكل زملائك هناك. قول لي بقى يا سيد زاهر، انت كان عندك اعصاب زينا تقعد تتفرج بقى تامر امين موجود يوسف الشريف موجود ولا لا ما كنتش شايف كل الحاجات دي؟ لا ما كنتش شايف بصراحه. الموضوع منتهي، انا بقول الصراحه. تامر حبيبي يعني. لا بس هو له دخل كده بيحاول يرهب اللي قدامه. ما لا هو حبيبي من غير دخل. لا طبعا، اصل الموقف بالنسبه لنا مختلف، نزلنا الملعب في الاول ولفينا على الناس، حاولنا نسخن الناس، حاولنا نحمس الناس. عندنا مشكله في المباراه دي زي ما تامر قال، في ناس كانت مقرره انها تروح، وناس المباراه اللي قبليها اوغندا وغانا كانت تحدد المباراه دي توصلنا ولا ما توصلناش. يعني المباراه اللي قبليها بيوم كان ممكن لو غانا لو اوغندا كسبت المباراه دي حتى لو كسبناها ما توصلناش، صح. ونستنى مباراه غانا. فما حصل تعادل مصر كلها عايز تروح الاستاد. انت هتتاهل كاس العالم في برج العرب وسط جمهورك وبتلعب الكونغو، يعني الكونغو يعني من المفترض ان هو قدام منتخب مصر مش فريق تقيل، ولكن الكوره دايما كده، يعني دايما انت خايف وقلقان وحذر. تفاؤل الناس الرهيب وال90 الف وال90 مليون واللي بيفكروا ان احنا الساعه 9 هنحتفل فين؟ طب نتقابل في جامع الدول العربيه بدري، طب حتى قبل الماتش نبتدي نشغل اغاني، طب صح. ده دايما بيقلقنا، يعني في عالم الكوره دايما بيقلقنا، خصوصا لو انت اعلامي ومسؤول في اتحاد الكوره، فالناس بتيجي توجه لك. انت قاعد ده انت مشاهد، انت مصري مشاهد مصري واعلامي وعضو اتحاد كوره، هو خايف من اللي هيحصل له. ما انا ده من كل الزوايا. لا ده انا قاعد انا وحازم امام بعد الشوط الاول هتافات والناس يعني بعشم، يعني شتيمه احيانا بسيطه عادي، جمهور الكوره ساعات بيتضايق يعني. بعد الجون الاول احنا عظم اتنين وميدو قاعد جنب حازم، يعني قاعدين في الاستوديو الناس بتتكلم، احنا تاريخ كبير جدا. بعد الجون لما جبت على التعادل احنا مش قادرين نبص بقى للناس، احنا مدين ظهرنا لان الناس بتبكي، وانا سامع بقى حاجات، يعني سامع بقى حاجات كتير قوي بقى. ايوه بس انتوا مالكم؟ عرف الكوره كده، زي نفس اللاعب، يعني اللاعب جاب جون هو اعظم واحد الناس تشيله، ما جابش جون وضيع كوره هيبقى اوحش واحد وبيسهر بالليل ولازم ياخد باله من نفسه وكده، ولو بيسهر بالليل وجاب الجون اكتر واحد ملتزم والمسؤول كده. صح عادي كسب. انت عندك خطه رهيبه وكان عندك وعي وماشي بخطه رهيبه، الفرقه خسرت انت افشل واحد ولازم تروح. صحيح طبيعي. طب قول لي معلش الجغرافيا المكان اللي انتوا بتعلقوا منه ازاي؟ يعني انتوا الناس قدامكم ولا جنبكم؟ احنا في بوكس ازاز، الناس في ظهرنا، يعني الناس شايفانا في ظهرنا، احنا قاعدين ورانا ازاز فين والمدرجات. فين بقى من الاستاد كده؟ هم فوق شمال المقصوره بقى، احنا فوق الجمهور ده كله كده فوق، احنا في اوضه فوق كده ازاز فوق المقصوره، فوق المقصوره احنا ظهرنا للناس، يعني الازاز وراه على طول قاعد الناس،
فالناس على الازاز يعني استوديو في المدرجات اعتبر استوديو في المدرجات جوه المدرجات هو عشان لو خسرنا يفتحوا الازاز علينا يقولوا لهم خشوا جوه في حاله تخبيط رهيب دي اصعب حاجه ان انت تكون في الحدث انت ممكن تشتغل من ارض الملعب احنا برشلونه وريال مدريد طلعنا من ارض الملعب بس هناك ما حدش عرفنا يعني فكانت الدنيا سهل هنا الموضوع صعب دي اول مره كاميرا تلقطك وانت الدموع غلباك سيف زاهر هي دي اللحظه دي بالذات ومحمد صلاح داخل بيشوط البنالتي ده قبل ما يدخل الجون انا مدي ظهري من بدايه انا ما شفتش البنالتي فاول ما دخل الجون انا سامع الناس بقى وسامع التهيس بتاع الناس والشتيمه قلبت دعاء منطقي ابتديت مش عارف ابص للناس مش عارف اعمل ايه حازم تقريبا برضه اغمى عليه جنبي ميدو مش عارف بيجري فين كابتن حسام بدري مدي ظهره يعني منظر الاستوديو احساس في ثلاث دقايق فرح زعل حزن صوان فرح تاني اتبهدلنا اتبهدلنا احنا اتبهدلنا حمدي المرغد كنت فين وبتعمل ايه وحصل فيك ايه تحقيق ايوه طبعا انا ما شفتش او الشوط الاول كله انا رحت قبل الجون بدقيقه وكان رزقي يعني كان عندنا واجب عزاء حد صاحبنا فالطريق كان واقف اصلا فعلى ما وصلت العزاء ورجعت وصلت كافيه في مكان كده في وسط البلد دخلت على الجون بالظبط فاول ما دخلت قعدت اقول لهم شفت انا فالناس كلها بقى بيحتفلوا بيا انا طبعا مفيش بقى محمد صلاح مفيش جول ولا ده انا وشي حلو الناس قاعده من الصبح اول ما دخلت جه الجول واحتفالات واحد يقول لك شفت انا بقول لك انا بحبه كل الناس ورايا زي ما حصل مع الكابتن اول ما جه التعادل بقى انا عمال اخطط مع الناس سفر لروسيا والبلطوات عامله ازاي اول ما جه الجول يا عم انا قايل لك شكله فقر من ساعه ما هم انت تلاقي كنت الاول منفوخ بقى بعد الجول الاولاني هم آه. انا مفيش كان اللي بينزل حاجات منورنا اول ما جه مفيش بعد كده بندوا بق ميه مش مفيش حد مفيش اقعد بقى ساكت متفلح مفيش بس هو زي ما اتكلموا يعني الكباتن والاساتذه كلهم هو ماتش يعني برعايه كتافاست انا من وجهه نظري ماتش مفيش كل ادويه الصداع والمسكنات كلها مفيش ويعني انا واحد مش كروي اصلا يعني انا معلوماتي في الكوره حتى ضعيفه بس هو اي حد مصري التوتر اللي كان فيه مش طبيعي يعني فكره انا شفت ستوب كادر الناس كلها اول ما جه جون التعادل الناس ما بتتحركش يعني ولا زعل ولا في الفرحه كله بيقوم وكله في الزعل كله مكانه اللي كان بيشرب وقف زي ما هو اللي كان بيعمل كل الناس والله بتبص على الناس ما فيش يعني في الفرحه كله بيقوم دي معروفه في دي ما حدش عايز يكلم التاني وكله خايف يكلم التاني بس انا هقول لك يعني حتى لما بيبقى في جون بيدخل الناس بيبقى لها ردود افعال كده كان زي ما بيقولوا سبيتشلس الناس بقت تصلب كله خايف يبتدي هو هياخد هو الشوط يعني قال خلاص يا جماعه لسه في هيشتموه قدر انا مش عارف ما تعملش فيها متضايق اي حد كان هيتكلم فكله مستني التاني هو اللي يتكلم هو الجون كان دخل في الدقيقه بقى كام 86 اخر خلاص بس احنا برضو بتوع اللي هم بعد ما الماتش يخلص طب استنى بس انت اصلا كنت متفائل وعارف ان احنا هنكسب وواثق ولا لا لا متفائل قوي ده انا نازل لي فيديو كمان وانا منزله قبلها بيوم بيسالوني بقول لهم انا متفائل واحنا في مصر اكتوبر هيبقى مصريين ان شاء الله وبتكلم بقى ويعني متفائل جدا انا بطبعي متفائل وسمعت من صحابي عشان ماليش كوره قوي ان الماتش سهل يعني الكونغو دي سهله وخلاص محتاجين نجيب جون بس فمفيش حاجه ثانيه غير ان احنا نصعد يعني ما فيش البديل مش موجود ان احنا يعني ما حدش هيفكر فيه لان لو حصل ما حدش كان هيتابع كوره من وجهه نظري تاني خلاص فحصل ان هو بالظبط كان واحده ربنا مش رازقها بخير فعندها عقم فجاه الناس كلها بتدعي فجاه الدكتور طلع جاب التوأم من غير ما تحمل يعني من غير 9 شهور يا جابتهم ده بقالها 29 سنه حامل الموضوع مش 9 شهور وصمت رهيب صمت مفيش حدش بيتكلم التاني خلاص وحصل زي ما الكابتن كان بيتكلم نص الناس انا اول مره اشوف التفصيله دي نص الناس وقت ضربه الجزاء ما بيتفرجوش يعني كله اللي مغمض عينيه اللي بس واللي بيقول لصاحبه قول لي قول كله بقى حدش عايز يشوف انت بقى اتفرجت انا اتفرجت انا قاعد اتفرجت وعجبني يعني كابتن محمد صلاح عجبني جدا في ان بجد حد لو بنحلله نفسيا في موقف زي ده ان هو واقف عادي يعني سيبك من هو جابها جون ولا ما جاب ان هو واقف عادي اصلا ازاي انت حلم كل ال100 وي مليون طب انا هسال كريم حسن شحاته
في لحظات انتوا طبعا تفهموا اكتر بتتابعوا ماتشات يعني بشكل في احنا عندنا كده وقفه قبل ضربه الجزاء بتبقى ايه لحظه الصعبانيات يعني ايه تلاقي اللعيب وقف اخذ نفس عميق يعني بيبقى في بوز في فتره كده انت تقعد تاهل نفسك على ما يلعب. محمد صلاح مش حاجه خالص, محمد صلاح ما اخدش ثانيه يفكر. لا هو القرار هو في التوقيت ده وفي ضربات الجزاء دي في لعيبه بتشوت تدي ظهرها وتمشي لان دي ضربه جزاء 90 مليون هيفضل العمر كله يتكلموا عليك. فان محمد صلاح ياخد الكوره بالثبات ده ويحطها ويقف بدون اي تردد طاوة. كريم اتفرجت على ضربه الجزاء ولا ما قدرتش؟ لا اتفرجت على ضربه جزاء بس انا محظوظ اكتر بقى من الناس اللي في التلفزيون. ليه؟ اللي انا في الاذاعه الصوت بيبقى سابق الصوره فاحنا مولعين قبل ما الصوره قبل ما محمد يجيب الجول فالاذاعه انا سامع المعلق من كابتن محمد السباعي من الملعب بيقول جول فقبل ما الكره تتشاط في التلفزيون انا عارف اللي هي جول. بيبقى في فرق ثواني ثلاث ثواني مثلا الفرق ما بين الصوت بس والصوره بس انت فاتح التلفزيون فاتح التلفزيون الكوره لسه ما اتشطتش بس المذيع بتاع الراديو المعلق بيقول جول فقبل ما الناس كلها اتفرجت عادي بقى لا انا كنت متوتر خايف اللي هي اصل يعني بقول لحضرتك الموضوع صعب جدا زي ما قال كابتن سيف وحمدي محمد صلاح يعني الله يكون في عونه. ضربه جزاء محمد صلاح محمد صلاح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلاح والدموع محمد صلاح محمد صلاح يا رب يا رب يا صلاح محمد صلاح محمد صلاح وهوبا الله 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 يا بلدنا الله الله يا بلدنا الله الله يا بلدنا الله يا بلدنا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني موضوع صعب جدا ان انت امال بلد بالكامل و خلي بالك وصلنا لكاس العالم مش قصة سهلة أو قصة كرة قدم بس لا ده هتفرق معنا في مجالات كتير جدا مجالات اقتصادية وسياحية وصناعة كرة القدم هتتطور وإعلانات وإحنا هنسافر نعمل برامج واللعيبة دي العالم كله هيتابعنا وتشيرت منتخب مصر ده والسبونسرز اللي بترعى منتخب مصر والشركات اللي بتلبس منتخب مصر فلوس هتخش قصه كبيره جدا قصه كبيره جدا بس حتى لو انه ما فيش حاجه بتترتب عليها يعني قصدي يعني صعب اغنى قوي. دوله في العالم واكثر دوله في العالم رخاء لما بتكسب في لعبه بيبقى عندها نفس الاحساس بالفخر والسعاده صحيح. يعني مش بالضروره يكون سلمه الحاجه الحقيقه الانتصار في حد ذاته طبعا. والفرحه حلوه في المطلق الناحيه المعنويه الناحيه المعنويه للشعب المصري يعني انا شفت احتفالات في كل العالم مصريين والعرب بيحتفلوا انا شفت منظر امبارح رائع برج خليفه في دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم امر ان برج خليفه يبقى بعلم لون اعلى مبنى في العالم يبقى كله علم مصر بنصف مصر حاجه رائعه. بعد الفاصل هنكمل مع النجوم اللي كانوا بيلعبوا بس خارج المستطيل الاخضر ويقولوا ملحوظاتهم بقى الانسانيه مش الكرويه ملحوظاتهم الانسانيه على الماتش على اسرهم على اهاليهم اللي هو في النهايه كلنا كنا في نفس الموقف ليله امبارح. بعد الفاصل بعد المباراه بساعه ونص كانت مصر مقفوله كل واحد فيكم نام الساعه كام بعد الماتش ايه ولا انت تاني كف ويفتح باب العربيه في ناس جنبك ابتدت تشتم كل احمي نفسك يا اسراء وبنزل انا مش عايز اقول لك مين عمل ايه لا انا كنت بترمي جوه التشجيع كل الناس بتقول يا رب اوعى بقى وبتاع وتلاقي كوع في ودنك الحاجه اللي هو مصدعنا بيها احنا ما شفناهاش هو جاي لك احنا ما حضرنا هو جاي لك ناس روحت غير هدومها بيضحكني جدا بس مجدي عبد الغني بيضحكك جدا عشان الجون بتاعه اللي دخله ولا بس انك لخبطت شويه لا ما اقدرش سعيد جدا ان احنا وصلنا كاس العالم عشان نخلص منه واحد حد على الفيسبوك معرفش مين الله يبارك له يعني انا عايز اشوفه يعني بقى رايحين ببلاش وبنقبض وبنقبض مجدي عبد الغني يسلم دقنه لمحمد صلاح قال لي لا يا نجم ده بعد رمضان بيومين واحد تاني كان يقول لك لا حد تاني يشوطها ومصيبه لو كان مجدي عبد الغني اللي شاطها كده على يمين سهل